تسعة وأربعين اللي هو المدرب بتاع السينما. السينما. عارف بتاع تيري؟ جامد برضه. شوف الناس اللي عملت بتاع تيري. اللي بنحضر فيه تيري. سكشن تيري. الفيلم الأولاني 149 بتاع في الأرض. مدرب فلسطين. وكنتوا مسمينه فلسطين بس هو مش فلسطين. أولا احنا مين نصمم اي حاجة بنعملها أسلس أناليسيس بنعملها سيميليشن بنعملها حسابات الخطوات يا شباب عشان حاجة بنعمل فكرة وبعد كده نرسم الفكرة سيستماتيك وبعد كده نرسم سيمبل كونستراكشن وبعد كده كونستراكشن وبعد كده ممكن نرسم حاجة ممكن طيب دي الخطوات لو احنا عملنا الخطوات صح وبعد كده طبعا في خطوات نتيجة اكسبيرينس يعني؟ لا ولا انا ما شاء الله انت تدرس يا تدرس وتعمل حاجة اللي هي السيفتي فاكتور بتاع معقول يتعلي بقى اللي هو عشان ده الحب بقى ان ايه بدل ما واحد من خلال سيف خلال 4 5 كده 5 سيف بالظبط ده اللي بس تمام حتى ده اروح شويه لازم حاجه ثانيه مش اللي هو بالظبط كده من وجهه نظر اقتصاديه بحته انا لو جبت مهندس يعمل حسبه لكل تصميم المطمئن المصنع بتاعي انا هدفع فلوس اكتر من لو انا دفعت لو انا جبت حديد زياده المكان في نفسي مش اكتر من برنامج نفسي انا عارف ان انا عربيه لو جبت مهندسين يعملوا صمموها بالحنفوه كل الفيتشرز اللي فيها علشان اقل استهلاك الماتيريال فيها اقل استهلاك الاوبن وتبقى ايه دايناميكس كويس جدا دراج مش انا ممكن ادفع فلوس اكتر من مثلا لو ضربت التصميم في اي دايمنشن خاص اوكي طبعا يا شركات على حسب اللي انت تصممه انا بصمم تانك ميه لشركه لوكال في مصر اوكي تانك ميه
وقت هو بيحتمل فكرة اقتصادي بحث اوكي على بول انا مش عارف اسميها لما تشتغل في مشروع حد ولا نعمل كل حاجة على بول وده يعني تصميم انا باخد جزء التصميم بتاعي جزء من الحاجات اللي يعني ما ينفعش اهرب فيها لازم اعملها حسبه في حاجات في التصميم عندي numerical the finite elements مثلا اللي هو العام الكامل كده لو انت حاجه سبيسيفيك سيميليشن مين بيتكلم في الصوت سيميليشن بنتكلم سايلنت بنتكلم من طرف البق ده قريب على طول الطريقه دي ان في وضع معادلات Thank you.
بس تاني طريقة اللي هي بقى comparison ان انا اصنع حاجه واجربها لا يا مش ليه لكن لو هتحل كل عمل اسامشنز كتيره بواحد
انا شايف انها ممكن تكون اسرع من الاناليتيكال. يعني انا مثلا انا عايز اعمل ديزاين مثلا لشوفت او حاجه, انا بعمل ديزاين بس وبحط اللودز اللي انا عايزها, هو بيحل كل حاجه. لا بالعكس, لا انت ما حطيتش الكونديشنز كلها, هي سيميليشن السيتنج بتاعه هيبقى طويل جدا, وبعد كده لما تقول له صوت هياخد وقت طويل جدا, ممكن ساعه ممكن خمس دقائق ساعات يوم على حسب المود اللي انت حاطه. حسب المود اللي انت حاطه اسرع من يعني اسهل بكتير من ان انا اقعد اعملها بايدي. بس على فكره انت محتاج تفهم الرياضيات اللي انت مش فاهمها عشان تبقى مش قادر. بتكلم على فهمها, بتكلم على ان انا اطبقها. تمام, مفيش برضه الاثنين قوانين فرق عن الثلاثه اللي هو بتفكر يعني انا لا مش الطريقه. عايز اقارن السيميوليشن بالاكسبيرمنت. حلو جدا. طب خلينا نلعب الاكسبيرمنت وبعد كده نلعب السيميوليشن. نتائج هي نتائج صح كده, صح بصراحه. خلاص هي الحقيقه, هي الحقيقه ما فيهاش مناقشه. انت جبت كبير عرفت قانون معين, لما يحصل ريفليكشن معين مش محتاج تفكر كتير. هتقعد تفكر طبعا لازم البابا حصل ان انت جبت حاجه. هي مش لازم اصلا نعمل بعض الحاجات كابسوليشن تبقى يعني عملنا ايه لازم نعمل مثلا لازم يتعمل اكسبيرمنتال بعد الاناليتيكال او سيميوليشن. لازم بس الاكسبيرمنتال هو الواقع زي ما هو. مفيش بقى برنامج الموديل, مفيش برنامج الحل, ده الواقع. شايف الناس مشكلته ايه؟ الناس اللي بتتفرج علينا دي انت ممكن تتجايب عينه تقول ان دي عينه بتاعت حاله اصابه لو عملت عليها تيست, بس هي انت مخنوق منها. يعني عينه الصلب دي محطوط فيها كونتنس غير اللي لسه متوقع. فانت محتاج تتاكد من العينه بتاعتك ان هي ايه. انا علشان مش دايما زي ما هي الواقع, ممكن انت بتبقى منشاي الستيل مثلا متوقع ان هو في نسبه معينه من الكروم, نسبه معينه من كذا, نسبه معينه من كذا, بس ما فيهوش النسب دي. انت اشتريت من هو وقال لك ان هو ده الستيل ال 42 ايا كان واشتغلت عليه وطلع لك ريفليكشن كويس. برضو ما بنلزمش 100% في حاجه اكسبيرمنت, لكن هو اوضحه في حاجه تتاكد ان انت شارع عليه فعلا فيها ايه؟ فيها الكيميكال كومبوزيشن المطلوب. فاهم حاجه؟
فالاكسبيرمنتال هو مشكلته ايه؟ البوست والبالانس. لكن الميزه احنا هنصفي الفول ده على الفوتجز ترجع عشان
اكنسل كل الاوبشنز اللي انا عايز انزلها في السيميليشن عشان ما اضطرش ادفع فلوس كتير لو عملت زي دي. زمان زمان كانوا اكسبيرمنتال كتير ولا اناليتيكال كتير، دلوقتي السيميليشن طبعا بس اكيد هتدفع فلوس اكتر عشان تجيب مهندس يعمل لك السيميليشن ويفهم كل الكلام ده، لان برضه السيميليشن او تشتري البرنامج مش بسهوله اللي انت فاكرها، واللايسنس بتاعت البرنامج دي برضه بيقول عليها تأثيرها بيبان في أي حاجة زي تأثيرها بيبان في الطبيعي أي حاجة معرضة لهواء، أي حاجة في المياه معرضة للفلو، أي حاجة في أي حتة معرضة للفلو بطريقة ظن الطيارة اللي أنت أصل إحنا عايشين في فلويد إحنا عايشين في فلويد ويوم ما بنصيف بنروح فلويد على اي حاجه انا بصممها اكتر بالجانب العلمي بالنسبه للبوليتيكال
خلص انا في حاجه معينه بس في الفترة دي حصل حرب كبيرة ما بين انجلترا وما بين اسبانيا. تخيل انجلترا هي اللي كسبت. انجلترا كانت مشاركة في الحرب دي، كان حرب حرارية، حرب مشهورة. انجلترا كانت مشاركة بسفن صغيرة، سفن صغيرة خالص كده، واسبانيا كانت مشاركة بسفن كبيرة جدا. كان متوقع ان اسبانيا هي اللي كسبت. بس اللي حصل في الحرب ان بريطانيا هي اللي كسبت. العلماء بدأ يدرس الموضوع أكثر، إزاي سفن صغيرة تحكم على سفن كبيرة. بدأ ساعتها الناس تفكر يبقى السفن الصغيرة عشان كانت بتتحرك بسرعة، كانت عارفة تعمل مانوفرز أكتر، كانت عارفة تمر أكتر. بدأ الناس تدرس تأثير المية على السفن، بدأ الناس عشان أكتر حاجة اسمها الثيرمودينامكس. وبدأ ساعتها فترة 1600 و1500 الناس تهتم أكتر بحتة الثيرمودينامكس. أو فلو ميكانيكس كتير الدراك فورس الموجودة على السفينة والكلام ده. فالمهم يعني في الفترة دي بدأ منها معادلات نيوتن ومعادلات برنولي. طول ما احنا ماشيين بقى لحد دلوقتي وبدأ الاهتمام بالعلم اللي اسمه الفلويد ميكانيكس. الفلويد ميكانيكس زي ما سمعنا كده هو العلم اللي هي الانتراكشن ما بين أي جسم صلب أو أي جسم صلب بيتحرك حواليه او جواه فلويد. اي جسم صلب بيتحرك حواليه او جواه فلويد. يعني لو انا عندي طياره او عربيه او سفينه او اي حاجه بيتحرك حواليها او جواها حواليها بلد حواليها هواء غاز ميه اي حاجه من الحاجات دي. بالتالي الانتراكشن اللي ما بين الحاجتين دول هو اسمه علم فلويد دايناميكس. لو عندي هبوبه عندي ماسوره عندي ضغط وهو غاز ضرر لو بس. طب الانتر اكشن الموجود بين الصلب وما بين الفلو هو عباره عن الانتر اكشن بيكون عباره عن فورس فورسز مفروض هذا حاجه ثانيه مش فورس اريا ممكن في سرعات عاليه جدا سرعات مثلا تمشي على سرعه 5 ناحيه او حاجه زي كده ممكن يبقى في اي فورس من الغازات اللي حوالين الطياره. مع الموضوع ده خلينا في حته الفورسز. في فورسز كدراج كريف كل الكلام اللي احنا عارفين ده. فالانتر اكشنز الموجوده ما بين الجسم الصلب وما بين الفلويدز هو ده عامل الفلويدز. هو اللي بيدرس الانتر اكشنز سواء الفلويد بيتحرك حوالين او جوه الجسم الصلب. فكده اتكلمنا عن ايه اهميه الفلويد بتاعي. نطلع لفوق سي اف دي مين؟ اوكي سي اف دي هو اختصار ايه بقى؟ كمبيوترايزد فلويد داينامكس. كمبيوترايزد فلويد داينامكس كمبيوتيشنال كمبيوتيشنال فلويد داينامكس. نفس الشيء والله نفس المعنى ولكنكم تحبونكم. وفي ناس بتقول computational fluid dynamics لأن الفلويد هو واحد معنى فلويد فلو ممكن يكون هيت مثلا والحياة البرنامج بيشتغل على هيت وبيشتغل على الفلويد على الدين هي مثلا بنشوفها بالشكل العام. وفي ناس بتقولها زي ما الكتب بتقولها computational fluid dynamics. طيب المفروض بقى computational fluid dynamics هو أحد أشكال السيميليشن اللي بيعملها البرامج من السيميليشن. بس خلينا نتكلم دلوقتي عن الترتيب بقى اللي بيشتغل بيه أي برنامج سيميليشن. برنامج السيميليشن زي إيه مثلا؟ نسمع عن برامج إيه؟ طبعا إحنا جايين عشان أنسس. بس برامج إيه تاني ممكن نكون سمعنا عنها؟ هو سيميليشن. كيف هي؟ خلينا الأول أنتوا إيه البرامج الهندسية اللي أنتوا تعرفوها تسمعوا عنها؟ فيوجن ورك انفنتور انفنتور كثير فيوجن يعني في لا هو في كل حاجه بس فيوجن تريسيس كله فيوجن 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 لا تلعبوا فيوجن
فيوجن اوكي فيوجن ده في حاجات مش ميكانيكيه بروتس مثلا كهرباء ده كهرباء اوكي اوكي طب اخدها ازاي اللايسنس بتاعتها؟ اصلا ما فيش كوليكشن غير لايسنس تمام ما انا سالته ايه؟ ما انا سالت هناك وقالوا لي سالت عندهم في التوكيل بتاع سوليد قالوا لي ان الكليه ليها بس روح اسال هناك في الكليه بس عندنا ما لناش دعوه مش لناش دعوه مو شغاله بشغل انا بالنسبه لي السولفر بتاعه بيريح الحيوانات يعني عايز اعرف يعني انا شخصيا بفتح للسولفر اي اسمبلي اصلا سيميليشن بيكون عليه صعب جدا طيب فدي كلها برامج دي كلها برامج تقدر نعملها 3 دي ماشي يا شباب معنى ايه؟ ممكن مطر عربية ممكن يبقى
عبارة عن كوردينتس تخش في المعادلة، المعادلة دي هتطلع لي الوضع بتاع الرابع. يعني ممكن اخلي الوضع بتاع الرابع كوردينتس موجود عندي في المعادلة، يبقى انا ممكن اعمل الماثيماتيكال موديل او فريكونسي خلاص او كده كده حاجات بتاعت سي ان سي. فاهم الخطوة اللي بعد كده بقى؟ ازاي اعبر عن الخاصيه الفيزيائيه في شكل ماثيماتيكي ابسط حاجه اسمها اويلر برنولدي ايكويشن اويلر برنولدي ايكويشن اللي انت واخدها بتاعت الانحناء بتاع السنجل بيم ايكويشن بس حاجات عاديه بس عايز اعبر عن شكل تمام شكل ايكويشن بيبقى ليها يعني في مواد في كتب في موضوع الماثيماتيكي هو علم اعتقد ان انت كمان سامبل بتاع الموضوع ده في ازاي تحط اي فيزيكال تمام مش مش هنعمل مش بيدرس ولا بيحضر على المهم. المهم الـ solution
قدرت اغير يو بالنسبه لاكس. الفرق ان دي اشتغل فرق بين الاثنين
ويغيرها الى جيرف اوبريشن ويحل مليون جيرف اوبريشن مع بعض ما عندوش مشكله. وكل ما زودت البروسيسور اللي عندك يبقى انت هتقدر تحل حاجات اكتر او اقل حاجات. تمام؟ طيب ايه الموضوع بقى في فرنايت ايليمنت؟ انا مش عارف الحته اللي متوقف عنها دي، بس كل اللي عايزه تفهموه انه لما هاجي اخش على اناليسيس واحل مساله ستراكشر اناليسيس او ريفليكشن اوف بيم او ستريس اناليسيس كل الكلام ده عايز تفهموا ان الكلام ده مش شغال فرنايت ايليمنت. ده في حاله ايه؟ ستراكشر اناليسيس. لما هنيجي نشتغل على سيكيورتي دايناميكس ونشوف نعمل دماغ طياره او كل الكلام ده عايز تفهموا ان الدماغ ده مش شغال ايه؟ فاينانس فوليوم ميثود او فاينانس فوليوم اناليسيس. جوه بقى الكلام ده مش عايزكم يعني تفكروا فيه كده كتير، عايزكم يعني يتشعب اكتر يتعمق اكتر ممكن عن حاجه مسافرش مع بعض، لكن حاليا ده جاي جدا. هذا الفرق جدا. اعملها ان انا ارسم الـ 3D الاول على اي برنامج من البرامج دي بالظبط، بعد كده احسن الفولم او 2D دي حته صغيره عشان احنا هنمركها خطوه خطوه يعني اقسمها
هو ليه يعني طريقه للتقسيم ولا بصي جنريت يقوم مطلعين بالسبب انا بحدد الريزوليوشن بتاعته بس هي تكنيك يعني تكنيك يعني مجرد بيقسم لا لا ليها تكنيكس وليها اختراع ممكن تتعامل في حته الريزوليوشن مش هينا ابدا يعني انا عندي في الماجستير عملتها بنظام صدر بيت شويه بعد كده لما لقيت الحل مش ظريف قعدت مثلا مع الدكتور هنا في الدكتور عمرو شعبان شباب المهاجم أدرس في الدول المهاجم أدرس
لكن انت هدفك في الطياره او العربيه او اي حاجه بتتحرك حواليها هواء او ميه او اي كان، انت تدرس اللي حوالين الطياره ولا بتدرس الطياره نفسها؟ حوالين with this
بالظبط بيسموها البوست بروسيس. طيب تعالوا كده نبدا الجيومتري. الجيومتري ده بيقول لك بس سيجما زي الصوره. انا ممكن ارسم قدام تاني وهو ياخد البوست. انا ممكن ارسم واعمل اكستنشن مثلا اي جي اي جي اس او اس تي بي واطبع على الانسز هنا هختار سواء على الجيومتري وعدد الحاجات احيانا بنضطر نعمل كده او بنختار على طول على الميشن على طول الميشن. اوكي انا شخصيا مش هسيب هو عملت كده عشان انا بكره حاجه اسمها جيومتري موديل زي الموديل بتاع صعب جدا ومرهق جدا ولكن هو بيديك بعض المزايا. ولكن النسخه اللي نزلت السنه دي اللي هي 18 كمان طبعا من فرنسا من 19 بدا ادخال الجيومتري موديل انترفيس جديد
تخليك عارف انت الليمت بتاعك فين من فوق وتحت، يعني ايه اسهل حاجه ولا اصعب حاجه، وانت كمهندس ايه اقل اكيوريسي بالنسبه لك الوقت بتاعك يسمح لك. اوكي دي بعد كده الصيغه بس اللي بيخش من السوليد للانس ايه؟ اس تي بي. الحقيقه البرنامج البسيط ده ما يفهموش، هو كده كسكتش ما يفهموش، لازم نحوله لزيتس، نخش على كونسبت نحوله لزيتس كسكتش، اختار السكتش ده واقول ابلاي. المستطيل اكبر منه بالظبط، والمستطيل الاكبر منه هيبقى هو الهواء، فهاجي ارسم حاجه بالمنظر ده كده على البلاي ديوار سكتش عباره عن مستطيل كبير في المنظر ده كده. اخر واحد شغاله تاني بس فهمت البرنامج يعني
حلو؟ لكن مش شايفين يعني المربع كبير مش شفاف. حلو؟ لو عملت لو بص على السيرفس خليه هات فروزن جنريت دلوقتي بقى شفاف مش شايف اللي تحت دلوقتي فتحت العمليه اسمها بوليان اللي هقدر منها اقول انا عايز اعمل سبتراكت اقول عايز اعمل سبتراكت اقول عايز اعمل سبتراكت ده وده اما جيت اختار اللي تحت قال لي بس ده في تو سيرفيسز انت بص في حته فيها تو سيرفيسز انا عايز انهي واحد فيهم من على الشمال تحت واختار اقول له عايز حتى لو بقى جوه الشغل اعمل ايه؟ مفتوحه ما فيهاش اي حاجه حسيت صغير ولا كبير انا ضعفت تو سيرفيسز من بعض بقى عندي التوتال اللي موجود عندي في البرنامج هو السيرفيس اللي كان هو تمام؟ طيب الحقيقه في طاقه ممكن اعملها هنا ممكن اسيبها مرحله مش بس انا عملتها هنا بالمره ان انا ادي مسميات للحاجه دلوقتي يا شباب الهواء يخش منين؟ انا عايز الهواء يخش من الناحيه فلازم يجي لو بس اعمل اتش اتش سيليكت اللي هو كليك يمين مشاهدة ممتعة برضو هو دي منتجات كده اهو مش سايزين يعني حكم في حلمان سايزين يعني انا الحاجات اللي انا عايز
عشان الدايمنشن مش مقفل بتاع المستطيل الخارجي. مش المفروض كنت انا اديله خصائص الحاجه اللي جوه دي الميه الفلو اللي جوه ده انا ما اديتلوش اي حاجه. انا احنا نعمل هو دلوقتي عارف الفلو اللي جوه ده ايه ولا الفلو مش اسئله مش سامع الفلو الفلو هو كده البرنامج عارف اي حاجه عنه يعني؟ لا 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 لسه ما عرفش اي حاجه لسه مرحله السيتنج يا جماعه بس نتيجه ان احنا مرحله التسميه سمينا كل حاجه بنسميها لما جينا هنا لقينا ايه اللي لونه ازرق الاول بتكون احمر واللون المربع او البيج اللي يكون البيج بتاعها ملون باللون الابيض ده دي فوق بتاع البرنامج اللي بنسميها اللي احنا سميناها فكده انا سهلت على البرنامج وسهلت عليك. اوكي البرنامج كده برضه فوق حاطط كل حاجه تعالى بس بقى فيه عشان نقدر نفهم شويه. اولا حته الجنرال يعني كده اللي يهمني ان انت تبص على الـ
كل واحدة من الجول يعني وحتى لما تيجي تقرا الشرح بتاعها في التكست بوكس اللي بتشرح الزبون بدون خطوة ولا خطوات مش ضروري ان انت تلاقي ناس فاهمة كل حاجة فيها. حتى لو في دكتور مثلا شغال في اوبشن من الاوبشنز دي هتلاقيه فاهم الاوبشنز اللي هو شغال فيها بس النتيجة ان هو ايه؟ دور كل واحدة منهم موال اللي عايز شغل يخش يقرا ده مع اي تكست بوكس بعد كده يشتغل وبقيت اللي ما بيفهموش. طيب انا بشتغل بايه؟ طبعا الصراحه على ان ال2 دي في حاله ان في حركه حواليها الحركه حواليها في ال2 دي الدراسه بتاعت ال2 دي طبعا الصراحه على ان الاختيار بتاع الاستمرار اللي احنا اخترناه ده بيدي حلول ظريفه والناس بتقول كده وفي بقى اللي جاي من الناس فدي طريقه شغلك كواحد لسه بادئ سنة سنتين في المجال. بعد كده ممكن خلال سنة سنتين تقرأ أساساً في كل واحدة من دول التفاصيل معناها إيه؟ طب عشان أبقى فاهم التفاصيل ده محتاج أساساً أبدأ إيه؟ فاهم إيه يعني إيه؟ فلو بالظبط كده. يعني أنت بتعمل سيميليشن فلو ميكانكس أو فلو داينامكس محتاج تبقى تنين فلو داينامكس. علشان أساساً نبدأ من الرحمن الرحيم هو يعني إيه فلو داينامكس؟ فالبصر لا صح. ما تخش البرنامج ده لازم يبقى تنين فلو ميكانكس؟ لا انا قلت انت ممكن من الاول عرفت ان في حته دراسه عباره عن فلو ميكانكس تكون غلبان زي كده. وما اكثر المدونات والمنتجات والدورس والمنتجات اللي هتلاقيها عملت ولا غير ده في الجسم ده. خلاص وغير بس الموضوع مش محتاج ان انت تخش عشان تخش البرنامج. اوكي؟ احنا بنختار الدرجه اللي احنا اخترناها. في بقى حاجات كتير انت بتدرس فيها. ولا زال سن الكلام ده قبل كده. الايه؟ احنا بندرس حركه هواء وغزل نخش على الايدت. الدنسيتي في الفيستاسي مش هيبقى اي حاجه. اوكي؟ تمام جدا. الباوندري كونديشنز الانجلز الفيم الانجلز اللي لون ازرق بتاكد بس ان هو مختار حاجه اسمها فيلوسيتي انجلز وبخش على الانجلز بص انا عايز الهواء يكون داخل المسار كذا لو عايز يكون بيرفيديكيو تماما على الانجلز Thank you.
الكويشنز بيتحل. لكن الفكره في حاجه هما ما بيحلهاش بالطريقه اللي انت فاكرها بتاعت مع معلمتين مع بعض وشطه والكلام ده. وبيحلها بطريقه اللي هي بمعنى ايه؟ بيضرب الرقم الاول والله الحل بيضرب حل الرقم اللي بيطلعه ويروح مظبوط وهكذا. نظام اه يعني هو بيبدأ في الاول انيشال سوليوشن. هو مفترض ان مثلا عندي 100 اكس عندي سوليوشن يفترض يستقر منهم في الاول وبعد كده بيطلعوا في الاخر الاكسات اساسا بكام بياخد الرقم اللي طلع ويعوض بيه رايح رايح لحد ما الحل اللي بيطلع الحل الاول الايرور ما بينهم كل اللي انا مش فاهمه هو ان الفكره فالحصل ده نوع 10 بعد كده لما نقول كسر الرابع رقم تثبيت طبعا نظام التامين كان الديشن ان هو انت لو سبته هيقعد يحل لغايه ما تطلع لك هيقعد يحل مع نفسك. انت ممكن تحدد له حل تعمل التريشن سهم عدى جوه كده فوق. لا ده غلط في البرنامج حته فات في سهم عدى جوه بعد خرب اهو في سهم ولا ولا اللي ده
تمام فيروستي عندها بصفر يعني هو كل الشكل سيمتريك على يعني طالما انت ماشي كده هي تكون زي ما هو هو مش المفروض ان الحاجات دي برضو بتعتمد على الماتيريال بتاعت الشكل اللي انا حاطه ده في ان كتبت على نفسي ما خدتش فيها حاجه كان ممكن طبعا تخش وتغير الرفنس بتاعت الحاجه كلها انا زي ما بقول لكم يا جماعه مش هناخد ولا حتى 1% من البرنامج كبير جدا تفاصيل انا بعرفك في السيشنز اللي احنا عملناها دي في الريسبو انسس بيبقى حاجه اسمها سيميليشن انت تقدر بقى يعني انا عندي داتا وتوتوريالز خدوها زي ما انتوا عايزين اقدر انا حطيت لكم اول السنه لسه كده بتدرس عايز اخش اتعلم الداتا حطيت اول سنه مش عارف انا حطيتها ازاي ولا لا اول سنه حطيت لكم البتاع دي تقدر تخشوا تقدر تبقى شيء اكتر من كده هو ازاي السرعه بره سريعه واللي خارجه من الجسم واللي داخله بسيطه هي مش خارج من الجسم هو الهواء بس غلط
ده اوبستكل ده حاجز المربع ده حاجز عشان فرق البريشر في حاجه اسمها الباث تايم وخلوه برضه فينجو ذا فورتكس عشان مش موارد مش شغل.
3D mod, ali 2D mod. سهلوا شويه في حوار السيم لينك والسيم سكيب طبعا ده يعني حاجه جديده في السيم لينك هو حاجه عباره عن لوكس تخش تختار البوكس الفلاني اللي بيعمل اللقطه الفلانيه البوكس ده جواه بروجرام يعني ده ما هو ده اللي اشتغلت بيه هو ايه لو انت مش عارف تبرمج على مكتب ممكن تخش تاخد البوكسات عمال تضرب اوكي الفكره في حاجه البروجرامنج بيقدر يعمل نفس اللي احنا عملناه بس زي ما قلت اللي بيعرف يشتغل بروجرامنج بيقدر يدي اوبشن اكتر من نفسه كتير اللي شغال باليوزر انترفيس عايز يستخدم
انا كمهندس عايز اتخرج من الكليه اشتغل في مكان مختلف، هل يبقى عندي فكره عامه عن كل البرنامج ولا اخد برنامج واكون كويس فيه واخد في الكليه فيه؟ لا بص هو سؤال لو لبيك كده ويدي كل الشهادات، عايز تدفع عن طريق الفيزا او تدفع عن طريقه، هو موفر الامتحانات كلها، موفر اماكن بتمتحن فيها، والكورس كان تكلفته على بعضه بين الامتحانات 15 ده في المعرض في المعرض وقت المعرض كان تكلفته بالظبط 15000 ده تكلفته بالامتحانات، الامتحانات بس دي هو ما بيقدرش يدي عليها ديسكاونت، كان تكلفتها حوالي 6000 جنيه بس هو انت ممكن تمتحن بس كان تكلفته لا انت تكلفته الامتحانات ثابته، هو بيلعب في تكلفه الكورس، تكلفة الامتحانات السعر الرسمي بتاعها انت بتجيبه اونلاين هو حوالي كل امتحان بالمستوى بتاعه حوالي 6000 جنيه بس هم 25 بس واحد على مستوى العالم على ما تلاقي في الميدل ليست هم اللي خدوا الشهادة دي كان شهادة هم حوالي 5 شهادات على شغاله بكراك
عشان اللي انا اجيب مفيش ناس شغاله بيه هو ديوكيشن هو اصلا ديوكيشن يعني اصلا اوتو ديسك من زياده وبيعمل كل حاجه معانا واحد بيشجعنا اه فرق قلب شويه تحس انه زملكاوي كده هنلاقي معهم مع الشباب نعم هنلاقي مع الدفعه بعد الثالثه ايه؟ كنت الدفعه بعد 80 سنه اللي حضرت الدفعه على السول بوكس كان اداهم ستوري بوكس المهندس احمد حسن اللي هو اللي يعني المسؤول عن اللايسنس بتاع السول بوكس اكيد معاه الحاجات دي باشمهندس مين؟ احمد حسن فين؟ المنتخب كلام ده ديفولت ماتيريال هو بتاعها ويجي الجدول بتاعتها من اول
الداتا اناليز وعلى الشمال هنا كده بتقدر تشوف اساسا دخل انهي بروبرتيز لانه في حاجه اسمها لينير بلاستيك تحتها ايزوتروبيك بلاستيك بمعنى ايه ان جميع الاتجاهات بتاعت الميتيريال الواحده لكن عارفين حاجه اسمها كومبوزيت مثلا كومبوزيت ميتيريال فدي اكيد هتخليها حاجه مختلفه طريقه التقييم بتاعتها مش هتكون على الايزوتروبيك بلاستيك المفتوحه دلوقتي بس انا عليها على مثلا اورثوتروبيك على حسب الليفل اللي هي ده الموضوع كده يكون شرط عندي اورثوتروبيك ولا ايزوتروبيك على حسب يعني خلينا في الاستراكشر ستيم مش هنغير اي حاجه نرجع تاني للبروجكتس نخش على الجيومتري هنرسم حاجه سريعه احنا في الفلويد لما كنا بندرس في الفلويد كنا بندرس الفيلوسيتي بريشر لا بندرس الفلو اللي حواليها الهواء صح كنا بنضطر نرسم حاجه اسمها الدومين حاجه اسمها الدومين المجال بتاع الهواء لما هاجي ارسم دلوقتي انا مش هرسم دومين انا برسم ممكن بدل ما تبقى حاجه بسيطه حاجه زي حاجه مرسومه عندك اصلا نشوفها على بعضها فايل اس تي بي كمبيوتر هنك لاعب انتوا اللي نيتكم الصفا وعامل شغل على كل ده سايد توكس اسمعني هنا عشان المطارات دي دي ما تضمنش اللي عايزينها عايز اعرف ستونز ما عندوش غير سكتش بايت عملت له باي سكتش عايز اعرف ستونز 14.5 نفس ال 12 فيكسيشن بوينتس واللودز اللي عليه والماتيريال بتاعته هم تبع اول حاجه ممتاز انا وانا لو خليته اند تيرمنت ستراكشر هيحله ولا ليه حاجه يحل كل حاجه لا اصل في يعني في برامج انت فاكره عوض الله ولا ايه حطيتك سبورت على الفكره دي حاجه بتتعدي الوقت قد ايه ليه ما احناش بنجيب كاشه مش جوه بالجزء طب ما خلينا تاني لو بصيت على الابديت مجرد بس عايز اشوف يا ابني انت في الفولتر بتعمل 20 حته فيكس الفوليوم عندي مش كامل حاجه لو عايز اشوف بقى مش النص عايز اعمل كروس سيكشن في حاجه هنا كروس سيكشن اعمل كروس سيكشن هنا وابدا اشوف بقى شكل الميشن نفسه بتاع الفوليوم ايه فوليوم ميشن صح؟ دي فوليوم ميشن انا اعتبر ان ايه الميشن دي عاجبني لو مش عاجبني كده لما الميشن فوق فيها حقوق كتيره ممكن يبقى ده غلط طب خلاص الميشن ده عاجباني طب ما اعرف صح مع كده هو قابل الميشن وانا مش مشكله ايه اللي بقى حاجه اسمها الستاتيك ستراكشر لو دوسنا عليها يبدا يظهر بقى كل اللودز اللي انا محتاج احطها السبورتس الماتيريال
فاتت بس خلينا الاسفلات زي ما انتم شايفين جنبها ايه في السبورت. في طبعا حاجات تانية بس خلينا نركز على الدرس. هنبدا بالسبورت. هقول له ان انا مثلا عايز فيكس سبورت هعتبر بيها شغل سالت ايه كام ديفنت. هقول له خليها فيكس هنج بس كده. يبقى ده خليته ايه فيكس سبورت. انت عايز هنج نعملها زي دي السبورتات هنا اصلا مش بالظبط زي ما انا عنده سلندريكال سبورت تقريبا بتشيل الرياكشن واحد بس خديهم اثنين يا عم شويه لا حلو فوق الفيكشن اللي حطوه بس ما تخرجش لا مش مسموح تحط الفيكشن بس ممكن مثلا ما نخليها تكسب دلوقتي بعد كده خلاص دلوقتي طيب النور مش مشروع ولا كانه ولا كانه مش حاجه يعني انت مش عامل بس من حاجه تحط الروتس بطرق مختلفه في الفورس عادي تحدد لها لوكيشن دكتور وجدي لغاها بس هي تعتبر هي الابيتا والتايلر اوكي تعرفين ان الفرق ما بينهم ايه العلماء لما بنحط كل فيلم منهم كل عالم في واحد اسمه رانكن باين وهكذا وجسكا كل عالم لما جه حط الفيلم بتاعه كلهم حطوا في كل عالم وين طبقوا لما جه حطوها عمل اكسبيرمنتس لقوا المعادله اللي هو حطها مديني قصدي هو مديني الماكسيمم 1.19 مليمتر اه بالظبط هو اللي هو مش معقول ان المسافه دي كلها 1 مللي عايز تشوف بقى التروس كيل من هنا يوصل على التروس كيل ده التروس كيل ما اتناش تقريبا عايز تشوف بقى الانفورمنت ده الانفورمنت في فرق حاجه بسيطه خالص الانفورمنت ده عامل ايه عامل لاين عايز تشوف بقى الحاجه من بيفايت شويه عشان تقدر تعمل برزنتيشن لحد قدامك مثلا بس ده
اشتغلي هو طيب مش عاجبك شكل التندوز شكلها وحش خالص بقى بتقول انا عايز فلوس فلوس تقول كلها وحشه في اوبشنز كتير مثلا ممكن توريه وريني الكلمات مع الحاجات ترو سكيل يلد بوينت فهو خلاص يبقى انا كده في البلاستيك زون.